السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استمرار الميليشيا في رفض تنفيذ اتفاق الحديده الخاص باعاده الانتشار. اتهم الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة ميليشيا الحوثي بالعمل على عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار. إلى ذلك قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينغ إن الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جدا إذا كان سيجبرهم على الجلوس إلى طاولة الحوار. وأضاف أن الحل النهائي للأزمة يتمثل في الانخراط في محادثات السلام وتقديم التنازلات، مشددا على ضرورة أن تلتزم الأطراف اليمنية بإعادة الانتشار في الحديدة وتنفيذ اتفاق الأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. نتوقف عند هذا الخبر، نناقشه في محورين: أسباب عرقلة الميليشيا المستمر لاتفاق السويد، وآثار ذلك على الأوضاع الإنسانية، وما موقف الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من عدم التزام الميليشيا بتنفيذ اتفاق السويد. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. استخدام القوة كوسيلة لفرض السلام، تلويح للضغط على ميليشيا الحوثي، أم مجرد تصريحات لخلق حالة من الأمل في مسار المحادثات المتجمدة في ميناء الحديدة؟ تساؤل طرح نفسه بعد تصريحات مسؤول أمريكي لوح بالسماح باستخدام مشروط للقوة ضد الحوثي. المسؤول الأمريكي والذي يشغل نائباً لمساعد وزير خارجية بلاده صرح لصحيفة الشرق الأوسط بأن الضغط العسكري مقبول ومناسب إذا كان سيجبر الحوثي للذهاب باتجاه طاولة الحوار، مجدداً في الوقت ذاته تأكيد واشنطن على أن الحل النهائي للأزمة في اليمن مرهون بتقديم تنازلات لصالح الانخراط في محادثات السلام. وكان من اللافت أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي زار عدن الأسبوع الماضي أكد أن بلاده ليست مع تقسيم اليمن بل مع وحدته، وهو ما أعطى رسالة سلبية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي زارت قياداته عواصم أجنبية للترويج لفكرة الانفصال. التصريحات الأمريكية الأخيرة تزامنت مع تصريحات أخرى للمبعوث الأممي مارتن جريفيث تشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة لا يزال سارياً لكنه يسير ببطء. ونقلت وكالة أسوسيتد بريس عن المبعوث الدولي قوله بأن لقاءات يومية تعقدها لجنة إعادة الانتشار لمناقشة آليات الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. ومع كل هذه التحركات الدولية إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في تصلب مواقفها، وقد اتهم الفريق الحكومي الحوثي بعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار عبر طرح أفكار تعيد الأمور إلى مربع نقطة الصفر، وهي النقطة التي ربما يأتي التلويح الأمريكي بالضغط العسكري على الحوثي في محاولة لمنع الوصول إليها. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، يعني نتساءل في البداية لماذا لم يستجيب الحوثيين لمطالب الأمم المتحدة بتسليم الميناء مع أنهم أبدوا موافقتهم في وقت سابق، يعني ما الذي يضاعف المشكلة حتى الآن بنظرك؟ نعم أخي الكريم، أنا أتحدث مع آخر تصريح لمدير أمن الميناء الحديدة الذي أوضح اليوم للجنة المشتركة ورئيسها الجنرال مايكل لسكارد بأن قوات الأمن مستعدة لاستلام ميناء الحديدة في حال انسحاب ميليشيات الحوثي بحسب اتفاق ملف الحديدة في السويد من ميناء الحديدة وبقية الموانئ. لكن كما ورد في سؤالك، الميليشيات طبعا تصر على عدم الخروج والانسحاب بميناء الحديدة وتحاول اختلاق العديد من المشاكل للمبعوث الأول للجنة التنسيق، ثم المبعوث الثاني للجنة التنسيق، ثم التحايل على ما تم الاتفاق عليه في السويد وتحويله إلى مجرد خروج من رأس عيسى فقط، بينما كان يفترض أن تغادر الميليشيات ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، لكن هذا التحايل الذي أصبح مفضوحا وفاضحا أيضا للميليشيات وسلوكها
الرافض لأي مبادرات باتجاه السلام لمحافظة الحديدة، وهذا ما بأن هذه الميليشيات ترفض حتى هذه اللحظة الحلول السلمية. اليوم حديث للسكارب بأن العناصر من ميليشيات الحوثي أطلقت الأمس السبت أثناء توجهه إلى مقر إقامة الوفد الحكومي لإطلاق النار وتعرض سيارته لإطلاق نار كما تحدث اليوم، واتهمت ميليشيات الحوثي بعضها بالبعض في عملية إطلاق النار، حيث اتهمت ميليشيات الحوثي في الحديدة المعني ما أسمتها بعناصر أبو خرفشة الذي يعمل مدير أمن من قبل الميليشيات في محافظة حجة. نعم سيد عبد الحفيظ، يعني لو أتينا بالحديث للآثار المستقبلية، يعني في حال ظلت عرقلة الميليشيا لاتفاق السويد والاتفاقات السياسية بشكل عام، ممكن تعيد السؤال لأن الصوت كان يتقطع عندي؟ هو يعني كنت قد سألتك في مسألة الآثار المستقبلية في حال ما ظلت الميليشيا تعرقل اتفاق السويد وأيضا الاتفاقات السياسية بشكلها العام. هي الحرب يا سيدي، لأنه الحكومة الشرعية وقوات الجيش التزمت لأشهر منذ 18 من ديسمبر الماضي لعدم الدخول في والاستمرار في المعارك، وذلك امتثالا لاتفاقيات جنيف وامتثالا لرغبة الأمم المتحدة لتحقيق السلام وتجنيب محافظة الحديدة الحرب، إذ يسكنها قرابة 3 مليون نسمة وتعتبر الشريان الرئيسي للحياة في معظم المحافظات الشمالية الغربية، على اعتبار أن ميناء الحديدة هو الشريان الذي يغذي هذه المحافظات بالغذاء والدواء ومختلف المستلزمات الحياتية. لكن يبدو أن الميليشيات مصرة على الحرب، وخاصة بأن الميليشيات وخلال هذه الفترة من اتفاق السويد وملف الحديدة قامت بالعديد من التخندق وحفر الخنادق والمتاريس والمزيد من الاختطافات وتوزيع الناس والمزيد من زرع الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية واتخاذ العشرات الآلاف من السكان داخل مدينة الحديدة دروعا وقصف الأحياء السكنية في حي سعيدة في تريني في شرق وجنوب وشمال مدينة الحديدة، إضافة إلى سقوط قذائفها داخل الأحياء السكنية وما تخلفه القذائف المدفعية التي تنطلق من داخل الأحياء السكنية من أضرار مادية وبشرية على السكان وعلى منازلهم وعلى ممتلكاتهم، وبالتالي أصبحت مدينة الحديدة مدينة أشباح، وأصبح أمر ضروري وأخلاقي ووطني قبل الحكومة الشرعية والجيش الوطني في حسم معركة الحديدة. نعم إذن ابقى معي سيد عبد الحفيظ، أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر، باعتقادك يعني بعد كل هذا التعثر والاتهامات المتبادلة بين الأطراف، يعني ما هي العوائق الرئيسية التي يعني تسببت في عدم تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة حتى الآن؟ مساء الخير لكل المشاهدين. مساء الخير. يعني العوائق واضح، الاتفاق او اعلان السويد هو ليس اتفاق، يعني نعم. أن نصحح هذا الامر بشكل دائم، هو ما حدث فقط كان اعلان اجبرت الحكومه على ان توافق عليه بضغط من المجتمع الدولي، والهدف الاساسي كان هو وقف معركة الحديدة. نعم. لهذا السبب القضية لم تأتي برغبة من الطرفين، رغبة من الطرفين لتحقيق هذا الإعلان. لهذا كل طرف سيحاول أن يستفيد بالدرجة الأقصى. لتستمر الأمور على حالها. الحوثيين من جهتهم لن يقبلوا بالطبع أن ينسحبوا من الحديدة كما تريد الحكومة، هذا مستحيل بالنسبة لهم. نعم. خاصة وأن الضغط العسكري انتهى عمليا، لأن إيقاف معركة الحديدة معناها بأن الحوثي في وضع عسكري مريح. نعم. لكن سيد عبد الناصر، يعني هناك تلويح بين فترة وأخرى في حال يعني تعثر تنفيذ هذا الاتفاق بأن
الحل العسكري هو الفصل في هذا الأمر كما تصرح الحكومة ويصرح التحالف، يعني باعتقادك هل ما زال أمر عودة العمليات العسكرية وارد؟ يعني المسألة هي مش رغبة في أولاً الحكومة ليس لديها السلطة ولا القرار في هذا الموضوع، هذا الموضوع هو بيد دول التحالف، ودول التحالف أيضا هي رضخت للضغوط ولا زالت هذه الضغوط مستمرة لوقف معركة الحديدة، بمعنى هي لم تكن ترغب بوقف معركة الحديدة، ولكن تم الضغط على السعودية وعلى الإمارات وأجبروا على وقف معركة الحديدة، وبالتالي المسألة ليست خيار لديهم وإنما هو إجبار. إلى في حال حدث تغير في الموقف الدولي وتحديدا الموقف الأمريكي وتم السماح لهم باستئناف معركة الحديدة، في هذه الحالة ستستأنف، رغم أن هذا الأمر يبدو مستبعد إلى حد كبير، لأن معركة الحديدة وفقا لتصور المجتمع الدولي ستجلب كارثة إنسانية، وهم ليسوا مستعدين لأن يتحملوا عواقب هذه الكارثة الإنسانية، خاصة وأن الشأن اليمني أصبح شأن داخلي وشأن سياسي داخلي في الولايات المتحدة، في بريطانيا كما تعرف الكونغرس لديه موقف متشدد تجاه الحرب في اليمن، وبالتالي أي استئناف جديد لمعركة الحديدة ستدفع الكونغرس من جديد للضغط على الرئيس ترامب لوقف دعمه للسعودية، وبالتالي ليس هناك استعداد لدى الحكومة الأمريكية لأن تسمح باستئناف معركة الحديدة، ولهذا معركة الحديدة ستظل مؤجلة حتى إشعار آخر. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر. أعود لضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني نتساءل هنا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، يعني هل يتمكن من إعادة مسار تنفيذ اتفاق السويد وسط هذا التعثر؟ اعتقادي أن الأمم المتحدة المجتمع الدولي عموما لن يستطيع فعل أي شيء كما حدث فيما يتعلق بالملف السوري مثلا والكثير من القضايا العربية المتعلقة بالأمم المتحدة والتي لها أو تدخلت فيها الأمم المتحدة، وهذه تجارب يعني يقرأها الجميع، وبالتالي في اعتقادي بأن الموضوع هناك بيكون يعني سيكون استمرار للمعارك في الداخل اليمني بين الميليشيات والحكومة الشرعية، وحرب مفتوحة في محافظة الحديدة هي مأساة، وإذا كانت الأمم المتحدة قادرة على فعل شيء لكانت سمحت وضغطت على ميليشيات الحوثي بفتح الممرات الإنسانية من ميناء الحديدة باتجاه المديريات والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها والسماح للإغاثة الإنسانية بالوصول إلى السكان. لو كانت الأمم المتحدة لها قادرة بسهولة الاتفاق أو المشاورات السويد فيما يتعلق بملف الحديدة وهي إعادة الانتشار في الثلاثة الموانئ، لو كانت قادرة الأمم المتحدة كانت يعني تمكنت أيضا من إعادة الانتشار على الأقل في رأس عيسى، هو أضعف الإيمان الذي توصلت إليه التفسيرات ميليشيات الحوثي لموضوع إعادة الانتشار، كان على الأمم المتحدة أن توقف القصف اليومي لحيث والتحيتة والدريهمي وشرق مدينة الحديدة، وأوقفت أيضا عمليات الحفر والتخندق والتزود بالأسلحة والإمدادات التي تدخل إلى مدينة الحديدة من المنفذ الشمالي لمدينة الحديدة، لكن الأمم المتحدة ليست قادرة وربما تصبح ما يصبح ملف الحديدة ملف ابتزازي للعسكرية والقوى لها علاقة بغض الصالح للملف اليمني عموما ومحافظة الحديدة أو ميناء الحديدة عموما، والمحافظة تعتبر هي عاصمة الإقليم التهامي وهي شريان رئيسي بالنسبة للميليشيات، تتزود منه بالسلاح تتزود منه بالمال، وهو الرافد والخزينة الرئيسية للميليشيات تتزود بالمال والسلاح والإيرادات، وبالتالي باعتقادي بأن محافظة الحديدة ستظل ورقة بيد الأمم المتحدة ما لم تسارع حكومة الشرعية وقوة الجيش لحسم المعركة فيها، لأن الأمم المتحدة في الأخير ترضخ للطرف الأقوى، لكن كما استمرت التحالف والحكومة الشرعية يعني الرضوخ في الخدعة الأممية فيما يتعلق بملف الحديدة، فإن المأساة ستستمر ما بقيت الحديدة جرحا مفتوحا وجبهة مفتوحة
ستأكل الأخضر واليابس إذا ما استمرت يعني هكذا مفتوحة، حربا مفتوحة لا نهاية لها. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الحفيظ. أعود لضيفي سيد عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، يعني في ظل المعطيات أو كل المعطيات، يعني هل ما زال هناك يعني بصيص أمل؟ يعني ماذا يمكن إنقاذه من اتفاق السويد باعتقادك اليوم، أو بتعبير آخر كيف سيتم ذلك؟ الاتفاق أو الإعلان سيظل صامد فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار، لكن تنفيذ البنود الأخرى لا يبدو بأنها ستنفذ، لأنه لا يمكن تخيل أن القوات التي هاجمت الحديدة ستنسحب ولو حتى كيلومتر واحد، لأن انسحابها وخلق منطقة عازلة يعني هذا أنه معركة الحديدة حسمت لصالح الحوثيين. نعم. من جانب أن الحوثيين لا يمكن أن ينسحبوا من الحديدة بأي شكل من الأشكال، سينسحبوا في حال ضمنوا أولا سيسحبوا جزء من قواتهم المقاتلة وبالتحديد الأسلحة الثقيلة وسينقلوها إلى جبهة أخرى في حال تأكد لهم بأن المنطقة العازلة قد تشكلت فعليا، وبالتالي هذا الأمر لن تقبل به الطرف الثاني هي الإمارات تحديدا والسعودية. نعم. ليس لو نقول الحكومة الشرعية ليست موجودة وليس لها سلطة فعلية في هذه المنطقة، هذه السلطة هي بيد الإمارات تحديدا. لهذا السبب الأمور ستبقى كما هي، كما ذكرت لك ستبقى المعركة مؤجلة. المجتمع الدولي حتى الآن لا يرغب باستئناف معركة الحديدة، ربما يكون هناك سماح بضغط عسكري ما في مناطق أخرى، لكن منطقة الحديدة ومدينة الحديدة تحديدا ليس هناك من مجال في الوقت الحالي لاستئناف المعركة. يعني ممكن المعركة سيد عبد الناصر أن يستمر الوضع أو وضع التعثر الذي هي عليه المشاورات أو التفاوض بين الطرفين قد يستمر لعام أو أكثر من عام، وبالتالي يعني سيظل هذا الوضع على ما هو عليه بالحديدة إلى أن يأتي الفرج من جهة أخرى؟ ممكن، من الممكن. يعني لاحظنا في الملف السوري أن هناك مناطق ظلت محاصرة لمدة 5-6 سنوات وظل الوضع على ما هو عليه الفترة طويلة، وبالتالي من الممكن توقع أن تكون المعركة أو الوضع في الحديدة أن يظل على ما هو عليه سنوات، إن لم تحدث مفاجآت، إن لم تحدث تغيرات غير محسوبة حتى الآن. لهذا على الجميع أن يطبع نفسه على وضع مثل هذا. الأمور ليس الزمن كفيل بحل أي مشكلة، الزمن لا يتحرك إلا بفعل فاعل، إذا لم يحدث هذا الفعل فالأمور تبقى على ما هي عليه. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وأعود لضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. يعني سيد عبد الحفيظ، يعني نتساءل هنا بالنسبة لماذا لا يمكن أو لا يكون هناك تحرك جدي من الأمم المتحدة لإقناع الحوثي بتسليم الميناء والخروج من الحديدة، أو أيضا يعني كيف تقيم الدور وأداء الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية الحديدة؟ نعم، باعتقادي بأن دور الأمم المتحدة دورا ضعيفا ومهزوزا ومرتبكا في نفس الوقت. يعني ملف الحديدة وبل اتفاقية السويد برمتها لم يكن لها يعني ضابط، ولم يكن لها أيضا عقوبة تفرضها الأمم المتحدة على الطرف المخالف، وبالتالي ترك الباب مواربا مفتوحا لمن يمارس أي اختراق، وبالتالي تعمدت باعتقادي الأمم المتحدة فعل ذلك لاستمرار ميليشيات الحوثي بالعديد من الاختراقات والخروقات التي رصدت وبلغت زهاء 5000 اختراقا سوى عمليات قتل او قصف او اطلاق نار او تفجير الغام او العديد او حفر خنادق وغيرها من الخروقات اليوميه التي تقدم عليها الميليشيات الحوثي، وبالتالي تقف الامم المتحده
صامتة، حتى بياناتها خجولة، حتى تصريحات المبعوث الأممي وإحاطته بمجلس الأمن أيضا مهزوزة خجولة، ووصل إلى أن المواطن يأتي يعني قناعة بأن الأمم المتحدة أو المبعوث الأمم المتحدة متواطئ مع الميليشيات، ورغم أن الميليشيات تسببت في إقالة واستقالة الرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار السابق، وثم مجيء الرئيس اللجنة أخرى، وبالتالي تعرض أمس أيضا إطلاق رصاص بحسب تصريحه، وبالتالي لم تحرك الأمم المتحدة، لم تحمي مبعوثها، لم تحمي حتى اللجان الأممية التي شكلتها، وبالتالي في اعتقادي بأن الأمم المتحدة يبدو أن قوة عالمية تفرض أجندتها بشكل أقوى داخل الأمم المتحدة لصالح الميليشيات أو على الأضعف الإيمان لصالح أن تبقى الحديدة يعني ورقة بيد هذه القوى تبتز بها التحالف، تبتز بها الحكومة الشرعية، ومستفيد أيضا تجار السلاح من بقاء مفتوحة في اليمن، والذي طبعا يتحمل تبعاتها ونتائجها الوخيمة ومواجعها المواطن البسيط، قرابة 3 مليون نسمة يسكنون هذه المحافظة الذين يتهددهم المرض والجوع والمسغبة والفقر والبطالة والتبذير. نعم. لكن سيد عبد الحفيظ في مسألة يعني اتفاق ستوكهولم، يعني ما زال أو الكثير يصفون أن هذا القرار يعني توجد فيه أو الاتفاق عفوا توجد فيه ضبابية، وبالتالي يعني كل طرف يفسره بالطريقة التي يراها، وهنا يعني مكمن الخلل. لكن نحن نلاحظ أيضا هناك خطط يعني تم التوافق عليها بين الطرفين وبإشراف من يعني الأمم المتحدة. يعني اليوم بعد هذه الخطط، هل ما زالت فكرة أن القرار يعني أو ضبابية القرار هي أساس المشكلة؟ نعم، في اعتقادي كما ورد في سؤالك سؤال منطقي، ويعني وأجاب على يعني تقدم بالإجابة عما سأقوله، أن الدغمائية أو الضبابية التي وقع فيها ملف الحديدة، ليس ملف الحديدة، اتفاق السويد عموما فيما يتعلق بالملف اليمني، ترك مفتوحا ومواربا للتفسيرات الطرفين، ولم يضبط صراحة بضابط من قبل الأمم المتحدة، ولا رادع، ولا حتى ما يمكن أن نسميه بأن تمارس المتحدة مثلا عقوبات على أي طرف، لم توضع أي بنود ضابطة وتركت الأمور مفتوحة، كنا نفسر على هواه وعلى مصلحته وعلى مصلحته، وبالتالي الأمم المتحدة تحاول أن تساوق بين الطرفين وتحاول أن تناور بين الطرفين، وللأسف الشديد الضحية هو المواطن العادي يعني. والأمم المتحدة لم تكن صراحة منصفة أي اتفاق الملف الأسرى الذي بعد كان على وشك التحقق، ومع ذلك لم يتحقق، وللأسف الشديد المبعوث الأممي بحث عن مجد شخصي في ملف اليمن وفي ملف الحديدة، وللأسف الشديد لم يتحقق له أي مجد بل وصمة عار في جبين التاريخ لهذا الرجل. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظة مأرب، ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر. أشكر أيضا ضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.